<تصفيق> <تصفيق> بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمو صحابة يان من شتائي كتاب كتاب علماء سلف الحمد لله كرانا لغن بانتوان الله سبحانه وتعالى دان دان سمانت دان taufiq dan istiqamah yang Allah Subhanahu wa taala beri kita sebenarnya dapat terus membaca kitab uh, al-Imam Uthman ibn Sa'id ad-Darimi rahimahullah ala Bishr al-Marisi al-Jahmi dan alhamdulillah kita dah masuk siri 73 Mudah-mudahan mereka yang belajar kitab ini akan kenal tokoh-tokoh Uh, الجهمية كافر سبرتي بشر المرسي في افترى على الله من التوحيد كرانا بنيبوان يندي ريكا ولي بشر المرسي untuk من جاتو كان توحيد الأسماء والصفات بارك الله فيكم خديجة دان حسين زول حكيمي روز أبان شريف دريبارك كليم أحمد شاكر عني زين دان Barakallahu Allah wa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Shahruddin. Ikhwan itu tak apa yang kita baca ni. Orang lain digelakkan. Allah ada orang gelakkan. Ada orang memperlekitkan apa yang kita baca. Nah, bagi dia, bagi mereka ini sesuatu yang labuk, betul? Bagi dia kitab salaf ni dah tak valid. Ha. Nah. Itu kebanyakan mereka adalah ashab al-fikr al-haraki. Kebanyakan mereka yang berfikiran politik Bagi dia dunia, kita hidup di dunia Bab sifatullah Bab tauhid, Bab hak Allah Bab kenali Allah ni bagi mereka tak penting Sebab tu kita nampak mereka selalu sibuk mengenai Isu antarabangsa eh? Isu politik dia semangat Tapi isu kalam uh, Isu al tauhid, Isu mengenai Allah Bagi dia ni tak penting nah, Hakikatnya طيب آه كيتا ماسيه لقي دلم أثر أثر نعم كيتا ماسيه لقي دلم أثر أثر يندي بواء له الإمام عثمان الدارمي رحمه الله أنت آه مننجو كبدا أنا مريد المريسي بها وسنيا أه، علماء سلف كان دي كتا علماء سلف أتبون صحابة دلو تأبي تشارو مغنائي القران كلام الله تأبي الإمام الدارمي رحمه الله بوى باني أثر درباتا أولمة إن كتكنا الحمد لله سبرتي الإمام محمد بن منصور الطوسي كتاباتا مغنائي كاتا الإمام محمد بن المبارك اسمعنا محمد بن المبارك الصوري محمد بن المبارك بن يعلى الصوري مفتي دمشق كتاباتا لكاتا القران كلام الله غير مخلوق جوجا الإمام الدارمي رحمه الله طبعا الإمام محمد بن المبارك أدله سلف باقي الدارمي جوجا كتاباتشي كلام الإمام جعفر بن محمد بن علي زين العابدين دنجوجا كت عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي رحمه الله تشوشو سوغا تابعيا بصا دنجوجا كتاباتشي كلام القاسم الجزري طيب شو ما كنا كنا القاسم الجزري آه دي كتاء القرآن كلام الله غير مخلوق طيب كنا كنا القاسم آه نعم القاسم الجزري سفوريا القاسم الجزري نيه. طيب أبي القاسم ابن الجزري؟ لا. القاسم الجزري طيب. مه. القاسم الجزري أده. طيب. مه. طيب من هو القاسم الجزري؟ السُفاحي ال... نعم آه، القاسم الجزري بوكان أبو القاسم القاسم مم, طيب كنا بس القاسم غريب القاسم الجزري سبق هذه معلومة إخواني القاسم الجزري غريب محمد محمد الجزء لا بوكان أه سيد أجوب إخواني بغناء من أه من أبو القاسم القاسم الجزري بوكان أبو القاسم مم. طيب القاسم الجزري سمعت القاسم الجزري غريب كنا بدي ترجمة هاي؟ والله غريب أيوة القاسم أبو القاسم الجزري طيب ديالته القاسم الجزري سبحان الله سوسان لا حول الله قوة آه، بالله نعم أبو بكر بكا بكا آه ينتو تا ينتو, نام ديه، ينتو نام ديه آه، القاسم ابن محمد ينتو نعم القاسم ابن محمد ابن أبي بكر ينتو لأين orang, antu tapi ibu hmm, baik, ghibb, hmm, baik, kita tengok kejap tak, bukan dia, bukan, wallahu a'lam, saya tak dapat, ah Ibrahim, ah, anta tengah drive, Allahu'akbar akbar, ta, ta, ta apa Ibrahim, wallahu a'lam, ikhwan, saya tajuba, sabdii al Qasim al Jazari, saya tajuba, hmm, baik, mungkin kita tengok, uh, والله اعلم تعال مستي نامودي تاع القادم القاسم الجزري من في اخواني سي من هو القاسم الجزري طيب القاسم الجزري يروي عنه علي ابن مضاء طيب علي ابن مضاء يروي طيب كان كتاب علي ابن مضاء طيب آآ 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 القاسم الجزري يروي عنه علي بن مضاء طيب. مهم. Uh, Subhanallah Gharib Baik Adakah di Ibrahim Ibn, la, Bukan dia hmm. Bukan bukan. Baik Saya cari lagi ini, Tak apa saya nak jumpa juga Siapa dia ni Al-Qasim Al-Jazari Al-Qasim

غالب ابن عبيد الله الجزري عن عطاء لا بكن تعالوا اخواني متى ما سبحان الله الجزري سيتعجبوا غريب والله مم. طيب كتاب عبد الكريم ابن مالك الجزري بكن <متحدث> والله اعلم اخواني تعجبه عبد عبدالك... القاسم الجزري تعجبه غريب ينكتب <مم> يعني كيت عبد, عبد الكريم الجزري عبد الكريم الجزري طبعا ادى tapi القاسم والله اعلم طيب طيب ان شاء الله باي كيت اتنهل <تكتبعك> حدثني محمد ابن منصور طبعا محمد ابن منصور الطوسي باي انت في خوني حدثني محمد ابن منصور الطوسي حدثنا علي ابن مضاء كلو كوغم برسا علي ابن مضاء بون كتتجبه. غريب علي ابن مضاء علي ابن مضاء لا حول ولا قوة إلا بالله علي ابن مضاء بون سي تأجوبه والله أعلم سكراني كتاب علي ابن مضاء تأجوبه والقاسم الجزري طيب قال حدثنا هشام ابن بهرام قال سمعت المعافى ابن عمران هذا معروف المعافى ثقة المعافى ابن عمران Al-Mu'afa Ibn Imran Kita pernah baca pasal dia hmm? Al-Mu'afa uh, Ayo Al-Mu'afa Ibn Imran Ibn Nufail Abu Mas'ud Al-Azdi Tuan, dia tabi'i yang lahir tahun 123 Dan wafat tahun 185 di antara al-Musli, dia antara ulama Musl المعافى ابن عمران ابن نفيل وهو شيخ الإسلام ببانجل ياقوتة العلماء المعافى ابن عمران ابن نفيل ابن جابر أه طبعاً إخواني ديني دينغر دي بن هشام ابن حسان وجعفر ابن بر برقان و ديان بن ابن جريج الإمام عبد الملك ابن جريج وثور ابن يزيد أدان ديني أن ترى أنا مريد الأوزاعي. نعم. وابن أبي عروبة. وسفيان الثوري. وكان إماماً نعم؟ وكان إماماً من أئمة العلم. طبعاً أنا مريد موسى بن أعين. عبد الله بن المبارك أنا مريد دي. ها بقية بن الوليد ووكيع بن الجراح وبشر بن الحارث والحسن بن بشر. رمى جوغا انا مريدة. نعم. طبعا اخواني المعافى ابن عمران قال بشر الحافي بشر الحافي الامام ان انا بشر الحافي اهل زهد. وبلغنا ان المعافى كان احد الاسخياء الموصوفين افنى ماله في الصدقه كان اذا جاءه مغله أرسل منه إلى أصحابه ما يكفيهم سنة جني سوغا ينسنع علي ابن محمد ابن أبي المضاء المصيصي بارك الله فيك أيوة علي ده جبلة طيب بارك الله فيك أخي مجاهد ما شاء الله جزاك الله خير أوكي كتابات شك جاكي طيب طيب قال محمد بن عبد الله بن عمار كنت عند عيسى بن يونس كان اسمنا عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي فقال أسمعت من المعافى قلت نعم قال ما أحسب أو ما أحسب أحدا رأى المعافى وسمع من غيره يريد بعلمه يعلمه أو يريد بعلمه الله تعالى قال بشر بن الحارث يعني البشر الحافي سمعت المعافى يقول أجمع العلماء على كراهية السكنة يعني ببغداد أوه. ولما سموس سبكة تايلو دوني بغداد سبحان الله طبعا ديني صحابه المعافى ابن عمران الموصلي دين صحابه كبار بشر الحافي الزاهد قال يحيى ابن معين المعافى ابن عمران ثقه وكان صاحب دين وكان صاحب دين وزهد وصدقه طيب إذا نمودي إخواني المعافى ابن عمران الموصلي طبعا إخواني قولوا دي سبا الأوزاعي وشعبة وحماد بن سلمة ومالك والثوري طيب سبحان الله إذا المعافى ابن عمران إخواني

Maafkan saya kawan ni, jari ni masih lagi bengkak dia tapi alhamdulillah tak sakit dah. Baik. Tuan Dia lahir tahun 121 Hijrah. Okay. Hey. Hmm. Dia wafat تاهون ساتو لابان هجرة سراتوس هجرة طبعا روى عن شعبه ومالك والثوري وحماد بن سلمه طيب وكان زاهدا عابدا طبعا امام سفيان الثوري بانجلديا ياقوت أغاني بانجلديا ياقوت العلماء مم. نعم وكان ثقة ثبتا يا سلام طيب إذا طيب كنت جزاك الله خير أخي مجاهد تريده ده كان نمو علي روبنيا أبا نامه دياني أكيد كنت ني؟ جزاك الله خير أخي علي ابن مضاء المصيصي طيب علي ابن أبي المضاء أيوة جزاك الله خير علي ابن أبي المضاء ما شاء الله بانتو كيتني جزاك الله خير أخي شيخ مجاهد علي ابن أبي المضاء سيتنجح شريف بس علي ابن أبي المضاء نعم سيجب أحمد ابن عبد الله ابن محمد ابن علي ابن أبي المضاء نعم, آه. نعم. علي ابن محمد ابن أبي المضاء المصيصي سبحان الله باي علي ابن أبي المضاء أحسنت أحسنت أخي مجاهد نعم نعم يا علي ما شاء الله شنو أخي مجاهد جو علي ابن محمد ابن علي ابن الحسن ابن أبي المضاء علي ابن محمد نعم ديرك ابو الحسن ابن ابي المضاء الفقيه الشافعي حدث سنه 26 لا لا اخي لا مو كان مو كان مو كان كلام علي ابن مضاء اخي يعني لما آه uh, تاهو لما لا تسلبي تا مو كان ديرك يا اخي ما لاقي تيدا ديكنا لي باغي كيتا تا بالا كلام امام الدارمي رحمه الله ده سبوت إمام الدارمي لبه عالم داري باركيتا، لأن طيب. إذا أبوك المعافى بن عمران يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق. طبعا إخواني المعافى رحمه الله بركاته، القرآن كلام الله غير مخلوق، قال هشام وأنا أقول وأنا أقول، طبعا هشام ابن بهرام، هشام ابن بهرام. مم. أيوة الحلبي يني الحلبي ها نعم دي علي ابن محمد ابن أبي المضاء نعم الحلبي والله أعلم هذا إمام واسط علماء واسط ومغداد صحيح علي ابن أبي مضاء ابن أبي سني أدى أبي المضاء طيب حدثنا هشام طبعا هشام كاتا وانا اقول كما قال المعافى كاتا هشام ابن بهرام اكو جوجا بركاتا سبرتي من المعافى ابن عمران ابن نوفيل طبعا اخواني كان من علماء الزهد المعافى زاهد عابد طيب يعني ما بشر الحافي طيب قال علي علي ابن ابي المضاء وانا اقول كما قال هشام كت علي اكو بون سبرتي كاتا هشام ابن بهرام قال محمد ابن منصور وأنا أقول كما قال خمسين مرة ما شاء الله محمد ابن منصور الطوسي بركته أكو بون كات سبرتي من كات علي أكو القرآن وكلام الله غير مخلوق أكو كات لما بلد لي. طيب قال أبو سعيد يعني عثمان ابن سعيد الدارمي وأنا أقول كما قالوا ما شاء الله دن أكو كات سبرتي من أمريكا طيب كيت كات أبا إخواني Ha. Kita kata apa? Muhib berkata, aku pun kata seperti mana Imam Uthman Ibn Sa'id Darimi kata, seperti mana Ali Ibn Abi Al-Madda kata, seperti mana uh, Al-Mu'afa Ibn Imran rahimahullah berkata, Al-Quran kalamullah Allah ghairu makhluk. Subhanallah. Baik, antum teman-teman kata apa? Kurang kata apa juga? Tafadalu. ما شاء الله اريا تربي جزاكم الله خير نعم طيب قال الصرام وانا اقول كما قالوا الصرام قال رواه الصرام ونحن نقول كما قالوا ما شاء الله الصرام من هو الصرام طيب الصرام نعم طبعا اخواني اثر اني كتاب بدنا باتشا كتاب السنه كتاب بدنا باتشا ده كتاب السنه كلو ان كتاب السنه للامام عبد الله طيب قال الصرام وانا اقول كما قالوا الصرام كتا اكو كتا سبرتي من امريكا كتا ونحن نقول كما قالوا رواة الصرام يعني والله اعلم الصرام اني انا اريد آه الامام عثمان الدارمي Dan أنا أريد أصرام كت كمي بون كت سبرتي مانامريك كت يعني القرآن كلام الله وقال لنا إسحاق ونحن نقول كما قالوا نعم أيوة ني 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 أيوة أيوة أدرك أنا سبحان الله سيت أبراسل بتل أخي مجاهد سيني أدرك أنا تبرس وهو علي ابن محمد ابن علي ابن أبي المضاء المصيصي أيوة إني دي علي أني نام إخواني علي سبحان الله سيد تبرس علي ابن محمد علي ابن محمد ابن علي uh -huh. ابن أبي المضاء ابن Abi Al Muzaw Al Masyiisi, nama hmm, Barujuba. Tuyib, nama. Ini, na, nampai. Saya, kawan, mungkin, 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 nama. Tuh, kawan, 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 k Ali ni, ya Allah. Sebab tu kadang-kadang nama perawi ni kadang-kadang susah nak jumpa. Ha. Sebenarnya nama dia Ali ibnu uh, Ali ibnu Muhammad al Masisi lebih dikenali begitu. Ah ha, ni 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 saya nak tulis Ali ibnu Ali ibnu Abi al Mada al Masisi. Hmm. طيب علي بن محمد بن علي بن ابي المضاء المصيصي وهو ثقه نعم من واسط مم. طبعا أنت ترى انا أمر إيدي يا اخواني انا أريد يا احمد بن شعيب بن علي بن سنان أنت ترى انا أريد يا احمد بن محمد بن عبد الله بن صدقه أنت ترى انا أمر إيدي يا سليمان بن احمد بن ايوب بن مطير نعم سبحان الله جميل جميل غروه دي انتر اسحاق ابن عيسى ابن نجيح داود ابن منصور سعيد ابن المغيرة محمد ابن كثير ابن أبي عطاء علي ابن هارون عبد الله ابن سفيان مم. نعم دي انتر داود ابن معاذ خلف ابن تميم ابن مالك سبحان الله رام ما يلاقي كتن أبلا جا رام طيب علي ابن أبي المضاء علي ابن أبي المضاء المصيصي سبحان كتن إن شاء الله جوب ولا نعم بدي طيب طيب تقبله خير إن شاء الله القاضي الحلبي أحسنت أخي مجاهد بارك الله فيك أوكي دي الحلبية طيب قال الإمام الدارمي رحمه الله فكل هؤلاء قد قالوا سموا علماء إني بركاته فكل هؤلاء قد قالوا إنه غير مخلوق سموا علماء إني ده سبب القرآن بك المخلوق وليس بدوني من رويت عنهم ده علماء علماء إني لانسم بك دي بواه علماء ينكوا بواه نعم أمريكا أنهم كرهوا الخوض فيه Mereka hmm. كرهوا الخوضه يعني مريكا بنشي بكا مريكا ما سونيا بنشي نتشاكا بس القران تابي مريكا بون بيتشار بها هو سونيا القران كلام الله بوكا المخلوق فيقول هو غير مخلوق بكا مريكا تاعنا بربيتشار مريكا بربيتشار جوكا مثل ابي اسامه وابي معاويه طبعا ذكرني الامام الدارمي سبل سبحان الله اني لي محقق الكتاب Muhakkak kitab kata Abu Malik Riyashi baguslah juga dia kata wa ana aqul kama qalu aku pun kata seperti mereka kata al-Quran kalamullah ghairu makhluq minhu bada wa ilayhi yaud as'alullah an ahya ala hadha wa amut alayh baguslah pentahqiq kitab ini dia kata aku pun kata seperti mereka al-Quran kalamullah bukan makhluk daripada Allah datang Quran ini dan kembali kepada Allah dan aku harap hidup dan mati atas akidah ini baguslah muhaddiq ini kemah juga dia <laughs> إذن إنك أبو أسامة وأبي معاوية ومنصور ابن عمار إن صدقت عليهم دعواك إن صدقت عليهم دعواك كلو دعوة أن أنكوا بالنار نعم قال الإمام عثمان الدارمي وأخسهم عند الناس منزلة واخسهم عند الناس منزلة اعلى من المريسي واللؤلؤي وابن الثلجي ونظرائهم كتب الامام الدارمي بالين بالين رندح كردو كان دي كان انا الورما يعني ولا ما اتى دي كان سكورا كرونيا متشام كان الصرام الصرام كا علي ابن محمد ابن ابي المضاء المصيصي كا سابو سابو kata ad darmy rahmahullah yang paling rendah kedudukan dia di kalangan orang ramai tetap lebih tinggi daripada bishal marisi dan al-lu'lu'i tuan al-lu'lu'i ikhwani dia antara tokoh syairah juga hmm Bisa hijab, saya kejap uh, saya al-lu'lu'i nah al-lu'lu'i saya carikan uh, nama dia penuh al-lu'lu'i tuan dia antara uh, sya'ira أمين تماف دي جهمية كان دي جهمية، ما كان سيء دي جهميه رجهمية ين بشير بشر المريسي دان فهما الجهم ابن صفوان طيب طبعا اللؤلؤي دي علماء حن... حنفية دي يبون إكو أبو حنيفة سامو جوجا ونظرائهم الذين ادعوا أنه مخلوق جدي سمو علماء يكتسبوا تدي سبرتي المعافى ابن عمران سبرتي الإمام محمد بن مبارك المصيصي. طبعا اللؤلؤي كروسيه تأسيرة ناموذي زكريا ابن يحيى اللؤلؤي. زكريا ابن يحيى اللؤلؤي. زكريا ابن يحيى اللؤلؤي طيب إذن وأحس وأخسهم عند الناس منزلة أوه ما أبو أيوة أبو علي آه أبو علي بن الحسن صاحب أبي حنيفة طيب طيب أيوة اللؤلؤي نعم 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 Jadi kita ada empat sekarang ni. Kita ada satu lagi Ibnu Samma'ah. Barakallahu fikum akhi al-lu'lu'i. Masya-Allah Syekh Mujahid ni dah syak ni. Al-lu'lu'i kan saya dah kata. dia orang akan lebih jauh pergi masya-Allah. Abu Ali, naam. Abu Ali Ibnu Hasan. Hmm. Tayyib. طيب اللؤلؤي إخواني ناموا دي بنه أخي مجاهد ناموا يا أبو علي اللؤلؤي أبو علي نعم اللؤلؤي صحيح hmm. Hmm. لا مكان بوكاني بوكان كجاب سيشاركها ان شاء الله. أبو علي محمد بن أحمد محمد بن أحمد أخي. أو يا لطيف. Adakah Abu Ali Muhammad ibnu Ahmad ibnu Amru lain eh? Ataupun Abu Ali ibnu Hasan ibnu Ziyad Qadil Kufa. Uh, anda jumpa yang ni. Akhi Mujahid. Wallahu alam anda tak pasti. Tapi Al-Ulu ini memang dia sahabat Abu Hanifah. Cuma aku tak pasti dia meninggal tahun bila. Hmm. Sebab kalau kita tengok Al-Ulu Abu Ali Muhammad ibnu Ahmad ibnu Amru uh, kemungkinan besar dia juga sebab dia ni sempat dengar dengan Abu Dawud Sidistani الذهبي المحدث الصدوق الامام لا حول ولا قوه الا بالله آه طبعا آه كان برهاتي الذهبي سموه الذهبي سموه لبانغيل علماء دان امام طبعا الذهبي اني وفاء مانيقل تاهون تيجراتوس تيجراتوس لا كيتا كانت تونس ابو علي اللؤلؤي إيه القاضي ابو علي ايوه طيب أيوة أنا دير جبلة أوكي أوكي أيوة أبو علي أحسنت أخي مجاهد اللؤلؤي أبو علي إخواني جبلة الحسن ابن زياد نعم نعم إيتو دير صحيح أغنى تعنى تشكى بس دير ميمن ترو برانا دي ترو دان أغنى تقعني سيجب بك سيني قال الشيخ شمس الدين قد ساق الخطيب في ترجمته أشياء لا ينبغي ذكرها أم كنام كنا بسوره كان آه. الخطيب البغدادي dah bawa banyak benda yang tak perlu sebut kat sini tak elok kenapa sebab dia ikut Abu Hanifah subhanallah nak sorokkan ilmu tu. dia tu wa kana hafizan li qawli rai dia ikut ashab rai dia ikut Abu Hanifah fa kana idha jalasa li yahkum dhahaba anhu bila duduk nak menghakimi nak mengadili di antara orang sebagai qadhi hilang tawfiq Allah hatta yasal ashabahu an al sehingga dia tak tak tahu nak jawab dia tanya sahabat dia jadi, jika Qām, ada ilahi hafzuh, Allah Hu Akbar. Ya Allah, bila nak menjadi Qāḍi, Allah Subhanahu Wa Taala tarik al-Mudiyah. Allah gagalkan dia dan hilang segala hafalan dia. Nama-nama Ar-Riḥ di golongan ahli rai. Okay, jumpa lah Allah Hu Akbar. Ikhwani, arjukum, aktubu. Al-Qāḍi. Say say, taba tan kahsulkan. Satu Hanfī. <laughs> Sahabat Hanifah ni. Hmm. Mana? Pemuji Ahzul Ra'i. Mari, mari. Ni, korang tak nak ke? Pertahankan dia. Al-Qadi. Al-Qadi. Abu Ali. Al-Qadi. Abu Ali. al Lului, al Lului. -Lu lu nama dia? Saya tak akan lupa nama dia. Al-Hasan. Ibnu. زياد اللؤلؤي الفقيه الحنفي آه ولي القضاء ثم استعفى كان قاضيا كان قاضيا طبعا و وكان حافظا لقول أصحاب الرأي لقول أصحاب الرأي دي مما حفل من أهل الرأي وكان إذا جلس ليحكم بلا جدو من حكما أبا بلا قاضي ذهب عنه التوفيق الله أكبر الله تري توفيق الله تري بانتوانيو ذهب عنه التوفيق سبحان الله ايتو له أهلي بدعه الله تعالى باقي توفيق دي لو سمو المدير اذا اللؤلؤي صاحب ابي حنيفه يا اخواني سمو مش المريسي جهمي عنيد كافر حنفي ابو علي اللؤلؤي الحسن بن زياد صاحب ابي حنيفه بون جهمي محمد ابن شجاع الثلجي الحنفي سيتان بهلقي محمد ابن الحسن الشيباني صحابة أبو حنيفة سيتان ابن سماعة سموني قضاء أنا سيتان إخواني ابن سماعة ابن سماعة جحا جو قاني دياني أنت الأغاني ين الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كتيك كتيك دلم كداء المحنة

Uh, apa nama dia tadi? Abu Ali Al-Lu'lu'i nah, Selalu saya baca Abu Lu'lu'i Al-Lu'lu'i Abu Ali Al-Lu'lu'i Tapi dia ni taufan, uh, Meninggal tahun uh, 204 hmm. Meninggal 204 Jadi dia ni antara Orang yang lama juga hmm. Abu Ali Al-Lu'lu'i Al-Qadhi Al-Jahmi hmm. Hai. Lepas tu kita ada Bishr المريسي كمدين كتاب محمد ابن شجاع الثلجي أنا مريد المريسي ها شيخ أبري... uh, شيخنا حبيبنا hmm. بتقول أخي تأكلنا البون بارك الله فيك أخي م... أخي أبو ريان شيخنا بموجة أبو حنيفة هني دي تأبرنا بون كاجي بس أنا مريد يه. ما أنا مريد ما أنا مريد جزاك الله خير أخي أبو أبري... uh, شيخ uh, شيخنا الحبيب Mujahid pun uh, tulis dah pasal Naam. Ini antara anak murid dia. Naam. Naam. Muhammad ibn Shujaa Al-Thalji sebenarnya adalah anak murid Bishr Marisi dan dia adalah anak murid Abu Ali Al-Lu'lu'i. Subhanallah. Subhanallah. Ya Allah. Nama Qadi قاضي حنفي ينجهمي أن ترى نام نام من قاضي حنفي بغيكو فهما جهمية أيوة كتاب ده أبو علي اللؤلؤي اللؤ اللؤ اللؤلؤي اللؤلؤي طبعا نعم دي أبطل كي تبقى الحسن ابن زياد الحسن ابن زياد الحسن ابن زياد جوغا بشر المريسي جوغا Muhammad ibn Shuja' al-Thalji. Eh, Muhammad ibn Shuja' al-Thalji. Juga kita ada Ibn Sama'ah. Ibn Sama'ah, ikhwan ni boleh kita... Minta maaf saya sahaja nak bagi korang kenal. Uh, nah. Ah, ni ada juga Abu Ali Al-Lu'lu'i. Ya, banyak nama pasal dia. Haa. Tapi ikhwan ni jangan campur dengan Al-Qadi Ada seorang nama dia Muhammad Ibn Ahmad Ibn Amru al Lului, Yang tu, yang tu siqah Yang tu uh, alim Muhammad Ibn Ahmad Ibn Amru al Lului Al-Basri Yang tu ulama' sunnah Baik Anak murid Abu Dawud Yang ni nama dia Abu Ali al Lului, Al-Hasan Ibn Ziyad Jangan tukar ikhwan ni ya. Ada dua berbeza Barakallah fikum Baik, satu lagi Ibn Samma'ah ابن سماعه ديبون صحابة ابو حنيفه. قاضي بغداد ايوه طبعا الذهبي العلامة ما شاء الله عليك يا ذهبي الذهبي سير اعلام النبلاء اني ابن سماعه المعتزلي طبعا دياني جهمي قاضي بغداد العلامة الذهبي بان يا علامة ما شاء الله محمد ابن سماعة ابن عبيد الله ابن هلال التميمي الكوفي صاحب أبو يوسف القاضي ومحمد ابن الحسن الشيباني تاكو الذهبي تاكو كات صاحب أبو حنيفة حدث عن الليث ابن سعد نعم إخواني كبانيا كبانيا كان جهمية كان كان أمريكا بلا جاء فقه دا الحديث طبعا دي هذا زمن المعتصم نعم اني نيو ولي القضاء للرشيد دي من جدي قاضي لزمن هارون الرشيد ستله ابو يوسف القاضي ودام الى ان ضعف بصره فصرفه المعتصم طبعا دي ادي نعم دي ادي بردبه مع ابو الامام احمد بن حنبل اني له ابن سماعه طبعا الذهبي memang jadi apa المدير القاضي ابن سماعه قاضي بغداد محمد ابن سماعه ابن عبيد الله محمد قاضي بغداد محمد ابن سماعه محمد ابن سماعه سمني احناف ابو علي اللؤلؤي الحسن بن زياد بشر المريسي محمد ابن شجاع الثلجي قاضي بغداد محمد ابن سماعة يا الله تيقوني إخواني سبحان الله سموني جهمية سموني أدلة فهما أبو حنيفة سبحان الله سبحان الله يا تلا ذهبني كنا برهاتي هاتي إخواني ابن سماعة بوني كتا علامة أعوذ بالله ابن ذهبي إخواني برهتي هاتي جهمية بوني بان العلامة سبعتو كنا برهاتي هاتي مم. Tuan Muhammad Ibnu Sumaah Ibnu Ubaidillah At-Tamimi, eh? Ni Ibnu Sumaah ni. Saya tulis sikit. Maafkan saya ikhwani boring ke saya tulis. Saya penting bagi saya ni penting ikhwan ni ilmu. Ilmu yang patut kita catat dan orang kenal siapa ni? Siapa Ahnaf, siapa Jahmiyah? Mereka inilah yang banyak banyak menyusahkan Imam Ahmad rahimahullah ketika berdebat dengan mereka sebarkan fahaman Jahmiyah. Hmm. Naam. Al-Zahabi sebenarnya rujukan yang paling sesuai untuk mudajana. Sebab dia pun bawa fahaman al-mumayya'ah. Naam. Berhati-hati ikhwani. Kalau ambil, boleh ambil daripada az zahabi Boleh. Boleh ambil. Uh, tarikh, sejarah. Tapi berhati-hati ya, sebab dia puji Jahmiyah. Dia puji. Muhammad Ibn Muhammad Ibn Samma'ah Ibn Ubaidillah. Subhanallah. Saya, kenapa saya ingat nama dia? Sebab Imam Ahmad banyak sebut dalam kitabul mihnah Antara orang yang datang berdebat dengan Imam Ahmad. Tapi dia tak jahatlah. Dia tak adalah jahat sangat. Dia tak sanggup Imam Ahmad dibunuh. Abu Abdullah. Dia ni lahir 130 hijrah. Sehingga 233 hijrah. Pemuji Abu Hanifah. Pemuji Abu Hanifah tak nak pertahankan dia ke? Subhanallah. سبحان الله سبب بوجي ديه. الصيمري ها الصيمري <applause> القاضي الصيمري الحنفي قال محمد بن سماعة وهو من الحفاظ الثقات الأثبات واو داشا 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 سبب أخي إن هذا إخواني إنها ما شاء الله شيخ أسيب جزاه الله خير أخونا حبيبنا أسيب اسمها بوا سمو إخواني أنت الكتاب ينبوا بوجي أبو حنيفة ينبالسو أدله كتاب القاضي الصيمري برهاتي هاتي إخواني سمو كتاب القاضي الصيمري وفضائل أبو حنيفة لمكرم أو مكرم مكرم ابن أحمد القاضي مكرم ابن أحمد والصيمري برهاتي هاتي إخواني سمو كتاب إني أكن بوجي صحابة أبو حنيفة ولا بومريكة جهمية سمعتوا الصيمري القاضي الصيمري الحنفي دي كتب بس الابن سماعة محمد ابن سماعة قال هو من الحفاظ الحف... الثقات استغفر الله طبعا يوجد قاضي هون سراتوس من ابولو هارون رشيد لن تأتي قاضي لا حول ولا قوة الا بالله فعزله لباس دي بوان ديبا ديال المعتصم وضم وضم عمله الى اسماعيل بن حماد بن ابي حنيفه دي بلا ديال داحكان ابن سماعة nih, مات دي تقوات جدي أبو ضعف بصره فعزل وضم عمله إلى إسماعيل ابن حماد ابن أبي حنيفة تعرف سابق بوجي دي ابن معين الله أكبر بغزاء لا محي ابن معين كنابة أبو بوجي دي دي كات اليوم مات ريحانة أهل الرأي لا حول ولا قوة إلا بالله هداك الله ابن معين ابن معين بوجي دي سببتو إخواني أبو بيلة يحي ابن معين Imam Ahmad tak salat jenazah dia. Imam Ahmad tak salat jenazah Yahya Ibn Ma'in. Baru saya faham. Hmm. Ibn Ma'in puji dia. La hawla la Saya nak tanya. Saya kena cakap kat Syekh saya, boleh tak dia شيخ سيد شيخ خليفي كنا شيء آلمني جدا وحز في صدري لكني فهمته لماذا يحيى ابن معين يثني على ابن سماعة المعتزلي طبعا يا إخواني معتزلي المعتزلي الجهمي صاحب أبي حنيفة ورد في في كتاب في بعض تراجم محمد ابن سماعه قول ابن معين ولما مات قال ابن معين اليوم مات ريحانه اهل الراي لكن فهمت الان لماذا لم يصلي الامام احمد على جنازه يحيى على جنازه يحيى ابن معين طيب هل انا هل صوبني شيخ الحبيب صوبني شيخ الحبيب أرجو ان تؤدبني وارجو طيب طبعا في أه يحبلو معي. أيوة. يحبلو اخواني زي تبي ادي جو يحيى بن معين ايوه يحيى بن معين اخواني كان قال دي كريتيك حبس براوي لبس دي بوجي دي بالي سبب يحيى بن معيني او كنا تهو ربنا كنشي أواكن آه. تهو كنشي توثيق وتعديل ابن معين رحمه الله آه. طيب إخواني أوكيكا بارك الله فيكم Uh, kuliah okey? Jawab betul-betul. Ana seronok sangat hari ini sebab dah kenal Muhammad Ibnu Sama'ah. Saya dah dapat kenal dia betul, patutlah. Hmm. Tuban uh, Ibnu Sama'ah ni ada kitab Taib. Ada kitab nama dia Adabul Qadi. محمد بن سماع بن عبيد الله بن هلال بن وكيع بن بشر أبو عبد الله التميمي كان أحد أصحاب الرأي وولي القضاء ببغداد وحدث عن الليث بن سعد وأبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني طبعا سبحان الله طيب الحسين الكرابيسي سمبا بالأنبي دريبا إمام الشافعي أخيني ماتي جهمي طيب خير إن شاء الله باي Ikhwani, maafkan. Okey, Ustaz teruskan. Baik, baik Fakhruz Zaman. Baik. Izan, wa akhassuhum inda an-nasi manzilatan a'la min al-marisi wal lu'lu'i. Kata Imam Uthman Ad-Darimi rahimahullah, yang 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 paling rendah kedudukan dia, hmm, Yang paling rendah kedudukan dia di kalangan ulama sunnah yang kita sebut tadi seperti As-Sarram seperti Al-Mu'afa Ibn Imran mesti kedudukan dia lebih tinggi a'la min al-bishr marisi wa al-lu'lu'i Abu Ali al-lu'lu'i eh al-mu'tazili al-jahmi sahib Abu Hanifa dan semua ulama salaf tadi ulama sunnah tadi lebih tinggi martabat mereka daripada bishr al-marisi wa Abu Ali wa Abu Ali al-lu'lu'i Abu Ali wa Muhammad ibn Shuja' al-Thalji ونظرائهم الذين ادعوا يا مريكا من دعوة أنه مخلوق يعني مريكا من دعوة القرآن أنه مخلوق سبرتي محمد بن سماعة بن عبيد الله سامة جوغا حتى لقد أكفرهم حتى لقد أكثرهم كثير من العلماء بقولهم سهنجا رامي نعم بارك الله فيكم شيما جزاكم الله Minta maaf Syiman saya nak tanya Orang baru ke? Barakallahu fikum Barakallahu fikum Syiman Saya tengok awak ke belakangan ni Masya Allah istiqamah Dan uh, Masya Allah apa yang Jazakumullah khair Syiman Kalau orang baru ahla wa sahlan Bikum Dan uh, insya Allah harap-harap uh, Shima Dapat yani, memahami pengajian kita InsyaAllah بارك الله فيكم شيماء عبد الرحمن نعم أه, شيماء عبد الرحيم سوري حياكم الله نعم تفضل أخي وحيو نعم الشيخ أه, وحيو كتب الحسين الكرابيسي أه, سند دي بانغو كان قوم أشعر صحيح باهو سننيا أه, برتموا إمام الشافعي نعم أه, طبعا إخواني سبحان الله. ملكة تأسدر حسين الكرابيسي هو جهمي. ده الإمام أحمد رحمه الله بلا جاته كان دير تأدي أغان صلاة جنازة دير سبحان الله. نعم. وراهم لا ما ما شاء الله شي ماني إيكو كل يرها بارك الله فيكم. <applause> Tengok dalam senyap okey okey. Tak payah tak payah kita dedahkan. Okey, tak apa. Shima minta maafkan saya. Sepatutnya saya tak tanya uh, orang. Ramai orang yang tak nak tak apa. Baik. Iden. alladhina idda'u annahu makhluq. Ramai hmm, ramai di kalangan mereka ini seperti Bishr al-Marisi wa uh, Abu Ali al-Lu'lu'i الحنفي ومحمد ابن شجاع الثلجي ومحمد ابن سماعة مريكا من دعوة القرآن إيتو مخلوق حتى لقد أكثرهم كثير من العلماء بقولهم سهنجا رامع علماء سنة من كافر كان مريكا إني كرانا كاتا مريكا إني وكثير منهم أوجب عليهم به القتل در دي أمريكا دي واجب كان بونه أتاه مريكا كرانا القرآن إيتو مخلوق وَلَمْ يُوْجِبُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ بِذَلِكِ إِلَّا وَأَنَّ قَوْلَهُمْ Dan ulama' salaf, bila menjatuhkan hukuman bunuh atah mereka, kenapa? إِلَّا وَأَنَّ قَوْلَهُمْ فِي ذَلِكَ كَانَ عِنْدَهُمْ كُفْرًا Apakah sebab? Subhanallah, ikhwan, ini satu poin saya nak bagi tahu. Kena ingat. Kena ingat. Walaupun kadangkala -kadang ada nama, ada nama seorang perawi yang yang dikatakan Menjadi guru, contoh Abu Yusuf Al-Qadi Menjadi guru Imam Ahmad Tapi Imam Ahmad Tidak meruayakan Walaupun satu riwayat Daripada Abu Yusuf hmm? Walaupun satu riwayat Imam Ahmad Walaupun Imam Ahmad Belajar dengan Abu Yusuf Al-Qadi Kadang-kadang kala -kadang jenah Pembela jahmiyah ni Kadang-kadang mereka nak berhujah. Ah, ini Imam Ahmad Guru dia Abu Yusuf Al-Qadi Kita kata Kadang-kadang ulama salaf Mungkin adalah seorang dua guru dia di kalangan Jahmiyah ataupun di kalangan uh, Ahlul Ra'i. Tapi itu bukan bererti mereka akan ambil ruayat. Imam Syafiq rahmahullah kata apa? Kata, ma wadatu fi kitabi as-sahih, laqad katabtu an alfi syaykh, leysa minhum rajulun murji'un au jahmi. Imam Al-Bukhari, dia tulis, kumpulkan seribu dia kumpulkan hadis sahih daripada satu ribu syekh dia, tak ada seorang di kalangan syekh dia, seorang jahmi ataupun murjiah. Taib? Taib, Imam Ahmad rahimahullah kenapa langsung tak pernah sebut riwayat Abu Yusuf Al-Qadri? Walaupun Abu Yusuf Al-Qadri kira antara yang, yang boleh terima lah. Walaupun dia ikut Abu Hanifah, tapi dia campak dua per daripada pendapat Abu Hanifah. دهن دي بكن جهمي إخواني سِبْرَانِي أبو يوسف القاضي بكن جهمي دان دي أنت الأغم يأبونه مريسي أبو يوسف القاضي أبو جهمي ده محمد بن الحسن الشيباني جهمي سبرتي أبو حنيفة سبرتي إسماعيل ابن حماد بن أبي حنيفة طيب, طيب. أستاذ محمد بن سماعة بلاج الليث بن سعد بكا كه الليث بن سعد إمام أهل مصر؟ نعم الليث بن سعد إمام تبي ولا ممكن الليث بن سعد رحمه الله صلاح سوغ أنا أموري ديو هذا الإله جهمي إيتوا محمد بن سماعه كان معتزلا جهميا يا بدعه نعم بارك الله فيكم طيب ولم يوجبوا عليهم القتل بذلك إلا وأن قولهم في ذلك كان عندهم كفرا Ulama sunnah tidak mewajibkan hukuman bunuh atas mereka ini kecuali kerana kata-kata mereka bawa pendapat yang kufur bila mereka kata al-Quran makhluk yani mereka tuduh Allah Subhanahu wa taala cipta kalam dia baik kita tanya sebelum Allah Subhanahu wa taala cipta kalam dia Allah tak bercakap ke hmm baik اثر <applause> السروسيون حدثنا يحيى الحماني وهو ثقه ان ابا بكر ابن عياش يا سلام هذا الامام ابو بكر ابن عياش مين ما نام طيب كده ممكن باتش سكيئة أه؟ ايه طيب <تصفيق> <تصفيق> طيب mm -hmm. uh, minta maaf kita siapa nak tengok ni baru satu jam Baik. mungkin sikit lagi deh saya hari ni banyak kaji pasal <laughs> maafkan saya ikhwan ni tapi insyaallah kita dapat ilmu kan insyaallah ya eh? Yahya kita tengok ikhwan Yahya Al-Himani Yahya Al-Himani طيب اخواني كنت اشوف سكي يحيى الحمّاني، سبب دي انت علماء السلف أه، نعم يحيى الحمّاني، نعم يحيى لا لا مو يعني لين نعم طيب طيب ناموا إخواني يحيى ابن عبد الحميد يحيى ابن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن ميمون طبعا يحيى أبو زكريا الحما الحماني أو الحماني الكوفي طيب نعم بارك الله فيك أخي مجاهد نعم يا يحيى ابن عبد الحميد أبو زكريا الحماني طيب قدم بغداد وحدث بها عن سليمان ابن هلال وإبراهيم ابن سعد وشريك ابن عبد الله القاضي وأبو عوانة وأبو عوانة وضاح وحماد ابن زيد أودي أنا أريد حماد ابن زيد وخالد ابن عبد الله وقيس ابن الربيع وسفيان بن عينا وأبي بكر ابن عياش طيب يعني وجرير ابن عبد الحميد الضبي وابو إسرائيل الملائي رمي طيب طبعا طبعا قال الإمام عثمان الدارمي سمعت يحيى بن معين يقول إن الحماني صدوق مشهور ما بالكوفة مثل ابن الحماني ما يقال فيه الا من حسد طبعا يحب ابن معين توثيق في تشكو يحيى معين قال ابو سعيد يعني قال امام الدرمي وكان ابن الحماني شيخا فيه غفله لم يكن يقدر ان يوصل نفسه كما يفعل اصحاب الحديث ربما يجيء رجل فيفتري عليه وربما يلطمه طبعا دي ادله أه الحماني اخواني ادله جورو الدارمي سديري دي عالم صدوق تبي كلام كان دي ادله لا لا بوبو حديث بالسو طيب وهو حافظ آه وهو حافظ طيب لا kadang orang mari celik-celik طبعا لم يزل يحيى يقول هذا حتى ما طيب طيب هو صدوق وثقه طيب ابو بكر بن عياش الامام الثقه طبعا اخواني هذا امام امام ثقه كبير عن ابي حصين عن ابي حصين طيب عن سويد ابن غفله ان علي رضي الله عنه قتل زنادقه ثم احرقهم ثم قال صدق الله ورسوله تكاتا كان علي رضي الله عنه بونه زنادقه او اذكرني الامام الدارمي رحمه الله بوى كباركيتا ست اثر يمنجو كان علي رضي الله عنه تله من بونه زنادقه او نعم Taib. Uh, kenapa Ali radhiyallahu an bunuh Zanadiqa? Tuan ini maksudnya mereka ni, wallahu alam atba' al sabaiyah Ali radhiyallahu an bila datang orang kat dia, mereka kata engkau ni adalah Allah. Nam. Mereka menjadikan Ali sebagai Tuhan. Ini antara gulungan yang melampau memuja Ali. Yang mengikut Abdullah bin Saba' al-Yahudi. Eh? Mereka ini yang kata Ali macam Tuhan ataupun sebagainya. Bila Ali radhiyallahu an tahu بسال عقيدة مريكا الرصا علي بونه مريكا دن دن بكر مريكا ثم قال صدق الله ورسوله كوموديا دكتور نعم دكتور بنى الله الرسول طيب طبعا الدارمي بوا اثر اني وننجوء كان بها هو سنيا الى حكما زنادقه أدله دي بونه طبعا سي سبحان الله قصه أه أنت الخليفة العباسي عباسي تبقون ينكتيغو. يا أيتو الخليفة العباسي المهدي ينكتيغو. كان شديدا على الزنادقة، دي كجة زنادقة، دي تشاري. طيب. قال الإمام الدارمي فالجهمية عندنا أخبث الزنادقة. الله أكبر. ده الإمام الدارمي. قال الإمام عثمان الدارمي فالجهمية عندنا أخبث الزنادقة. جهمية باقيكامي أدله زنادقة ينبالنجحات. طيب أبا ماسونيا زنديق سمو ده فهم كان لأن مرجع قولهم إلى التعطيل من أبو الإمام عثمان الدارمي من جدي كان جهمية بو, بو زنادقة طبعا سمعتو لأ الإمام أحمد دلم كتاب الرد على الزنادقة والجهمية كان كتاب سدام كتاب إمام أحمد الرد على الزنادقة والجهمية كان إمام أحمد من جدي كان جهمية سلاح ساتو تشابانغ الزنادقة Kenapa? لأن مرجع قولهم إلى التعطيل كرانا ترس دن أساس كتكت أمريكا تعطيل يعني تعطيل صفات الله مماتيكا سمو صفة صفة الله كان الله سبحانه وتعالى سبرتي تيدا أده مريكا مماتيكا صفة الكلام الله تيدا برشكا الله تيدا أدا التسعرش الله تيدا أدا دي تيدا أدا دي التسلاني الله دي مانا مانا الله تيدا على وجه، الله تيدا أه اللهم ليها سبرتي وهم الله تيدا على الله تيدا على صفات جديد. قال الدارمي كمذهب الزنادقة سواء الجهمية مذهب مريكة سبيجي سبرتي مذهب الزنادقة طبعا الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، الزنادقة ملك اوغان كافر ينتربى اسماس الاسلام لكي يكون كان إسلام من سوغان كتبان الزنديق نعم. قال الإمام عثمان الدارمي رحمه الله حدثنا القاسم ابن محمد المعمري البغدادي حدثنا عبد الرحمن ابن محمد ابن حميب ابن أبي حبيب عن أبيه عن جده حبيب ابن أبي حبيب قال خطبنا خالد ابن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى فقال أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منا ومنكم فاني مضح بالجعد بن درهم طبعا اني اخواني قصه هي مشهور ترامق مشهور قصه آه كان سيد سبول خالد بن عبد الله القصري انت كتو تنتر الخلافه الامويه دي دي واسط دك بغداد دي هاري راي اضحى دي خطبه دي بالخطبه خطبنا خالد القصري كموديا نكتي وي مانوصية بالي مسي مسين بقي له كربان كان كام الله تريمو دربال فاني مضحم بالجعد بن درهم دي تله من بونه الجعد بن درهم انه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا كنبو خالد ابن عبد الله القسري دي كتوت انترى خلافه اموية كنبو دي الجعد الجعد اخواني kepada Al-Jahm Ibn Safwan. Dan al jahad Ibn Dirham adalah orang pertama yang kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menjadikan Ibrahim alaihi salam sebagai khalilullah. Kenapa? sebab fahaman Jahmiyah mereka menolak Allah bercinta. Allah tak cinta, Allah tidak memilih, kan? Allah tidak jadikan manusia, Allah tidak ada perasaan rahmat ataupun kasih sayang kepada hamba-Nya. وأيضاً كانت هناك صفة رحمة الله، منافق صفة كأن الله، ألا الجعد ابن درهم. كان خالد القصري، سنة كان حكم الماتي، كان الجعد بن درهم، سبب، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً. كانت هناك دعوة الله سبحانه وتعالى، منجدك إبراهيم، سبب خليل الله، ولم يكلم موسى تكليماً، الجعد ابن درهم. أدله أغن برتام وين مندعوا الله تدع برشكك لعن نبي موسى سبحانه وتعالى عم ما يقول الجعد ابن درهم علوا كبيرا ما هسوي الله سبحانه وتعالى لعن أب ين لكتكن الجعد ابن درهم ثم نزل إليه فذبحه كموديا خالد القصري ترون دان ديسبليه الجعد ابن درهم سبحان الله دهشة درهم أمريكا الجاس دهشة إخواني الله أكبر طيب ساتو لقي ان شاء الله سبلون كيتا تتوب للحبس ان شاء الله حدثنا موسى ابن اسماعيل التبوذكي قال قلت لابراهيم ابن سعد ما تقول في الزنادقه اكو كاتا ابراهيم ابن سعد والله اعلم ابراهيم ابن سعد هذا قاضي المدينه نعم ابو بدابا انكاو آه قاضي المدينه ابراهيم ابن سعد الانصاري لو سيء أبو نعم ابو pendapat engkau mengenai الزنادقه ترى ان نستتيبهم طبعا اني قاضي موسى ابن اسماعيل التبوذكي ثانيه القاضي ابراهيم ابن سعد طبعا ابراهيم ابن سعد قاضي المدينه سنه أبو pendapat engkau mengenai الزنادقه engkau melihat kita استتابه mereka minta mereka تتبوا اول قال لا دي لا

كان علينا وال بالمدينة طيب ما من القاضي إبراهيم بهو الزنادقة تدأ برلو دي بريكان بلوان أنتو برتوبة تروس دي جاتو كان حكومان ماتي كنابا قال كان علينا وال بالمدينة أيوة إبراهيم بن سعد نعم آه تشوشو عبد الرحمن بن عوف نعم صحيح دي دي مدينة كان أدى سوغان غافينور فقتل منهم رجلا كرانا غافينور دي مدينة إني عمل أهل المدينة عملا اهل مدينه مكة كافينر اني ترس بونو سلا سوغان دري بار الزنادقه ولم يستتبه يعني جافينور كوتا مدينه كتيكا ايتو ترس من جاتو كان حكما ماتي التسوغان زنديق دان تيدا ممبري كان دي بلوان فسقط في يده ما كدي سقط في يده يعني اجا من يسال فبعث الى ابي فقال له ابي لا لا يه لا يهيدنك فإنه قول الله فلما رأوا بأسنا قال السيف قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا قال السيف سنته القتل الله أكبر دهشة جدي قفلوا المدينة هني بلا ترز دي جاتو كان حكومه الماتي ترهد سوغا زنديق دان تدع <applause> مبركان دي روان untuk bertaubat Fasukata fi yadih yakni governor ini ibarat macam hampir menyesal. Terus dihantar kepada Saad. Hmm? Dihantar kepada uh, Saad. Tahu Saad ibnu Ibrahim adalah cucu Abdul Rahman ibnu Auf. Dia tanya macam mana ni? Maka cucu Abdul Rahman ibnu Auf kata jangan jangan risau. La yahidannak. Jangan perkara ini yang meruntuhkan semangat engkau fa inna qaulallah fa innahu qaulullah itulah engkau telah melaksanakan perintah Allah falamma ra'aw ba'sana apabila mereka melihat ketegasan kami qala as-saif maksudnya memang tindakan na'am memang tindakan di zaman as-salaf adalah terus menjatuhkan hukuman bunuh terhadap az-zanadiqah wallahu a'lam Nama ikhwani Jazakallah khair طبعا آية إني الله سبحانه وتعالى تشيت بس العذاب بلدتان عذاب أغن كافر كأغن زنديق أغن جاحد أتيس كجهميا نابر إيمان الله سبحانه وتعالى طبعا إني هجوم صورة غافر سبحان الله صلى الله الله فلما رأوا بأسنا قالوا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده بلا مريها مريكا مريها مريك كتجسن الله دان عذاب الله بارو مريكا نابر إيمان تابر قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين سبحان الله فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ما كإيمان مريكا تدأ منفعه بلا مريكا مليها كتقسا كيت الله سبحانه وتعالى قال السيف سنته القتل يعني زنديق مشرك أغم مرتد يا إخواني أنت حكم إسلام Orang yang tinggalkan Islam, hukuman dia dibunuh. Tapi sekarang ni tak ada dah. Jangan mula nak laksanakan hukuman sendiri. Jangan ikhwan ni. Kita ikut pemerintah. Ini urusan pemerintah. Tuyib? Okay? Jangan kita pandai-pandai nak buat hukuman sendiri. Ini hukuman pemerintah. Kalau dia pemerintah ikut Islam dan ikut sunnah. Tapi sekarang ni tak tak ada dah. Wallahu alam. Jadi kita tak boleh masuk campur. Dan ini bukan urusan kita. Wallahu alam. طيب شكو استكاني ان شاء الله اخواني بارك الله فيكم شكو استكاني ننتي ان شاء الله كي تسامبو لغي دي الامام الدارمي رحمه الله باني بوا يعني ابو توبه الحلبي باني بوا اثر اثر ين مننجو كان كتجسن أمة إسلام بزمن برا سلف سبحان الله البويطي وأنا يا الله البويطي أدل. ان شاء الله كده كان تجمع جوا فهما دان حكم امام الشافعي امام الشافعي طبعا لاين آه امام الشافعي اللي كاتب به باي دي كان ماسا انتو استتابا او بانيا. بانيا بانيا اثر سدا جوا آه طبعا هذا اثر صحيح كرانا الامام البويطي رحمه الله قولوا الدارمي نعم امريكا دلو تجاس حكم الله بكما تشكيتك يت Orang menghina Islam pun tak apa. Tak ada masalah ya latif. Subhanallah. Baik. Insya-Allah ikhwani ada sebarang soalan? Barakallahu fikum Ada sebarang soalan? طيب ان شاء الله جزاكم الله خير سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين اللهم انا نسالك الثبات على منهج السلف اللهم ثبتنا على منهج السلف الصالح ان شاء الله طيب جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمه الله